السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال أو كراس الرياضيات منهج برايمري 1 أو الصف الأول الابتدائي ترم 2 أو الترم الثاني، وكنا أنهينا مع بعض الشرح حتى نهاية لسون 80 أو درس رقم 80. والنهاردة هنبتدي نشرح لسون 81 و 82 و 83، والجزء ده خاص بالسبتراكشن تنس أو الطرح عن طريق استخدام العشرات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا متعودين يا أصحابي ان الماس جورنال او كراس الرياضيات ما فيهاش كل الشرح الخاص بالماس، لان اغلب شرح الماس بيكون في الكلاس روم او في الفصل، وبيكون في شكل الماس اكتيفيتي او انشطة الرياضيات، وبتكون عن طريق الشرح من التيتشر بتاعكو في الكلاس روم. فاحنا هنا النهاردة هناخد في لسون 81 و 82 و 83 السبتراكشن تنز او الطرح باستخدام العشرات، وده جزء مهم محتاجين نحل عليه مسائل ونطبق عليه كمان امثلة، ونرجع نحل كمان الاكزامبلز او المسائل الموجودة في الماس جورنال، وبكده نكون لمينا الشرح بشكل كويس ومبسط. احنا طبعا يا اصحابي عارفين ان التن اللي هي العشرة المضاعفات بتاعتها والأجزاء الأكبر منها برضو بالتنس هي الـ 20 والـ 30 والـ 40 والـ 50 والـ 60 والـ 70 والـ 80 والـ 90 والـ 100 وبعد الـ 100 كمان. بس احنا هناخد من الـ subtraction tense أو الطرح باستخدام العشرات from 10 to 90 أو من 10 حتى 90. وزي ما احنا شايفين قدامنا في التيبل ده ان كل عشرة بتتكون من 10 اجزاء او من 10 احاد او from 10 ones. الاحاد اللي هي الجزء الواحد من العشرة بنسميه ones زي ما احنا عارفين، والتنس او العشرات كل 10 منها بتتكون من 10 ones او 10 احاد. فاول حاجة لازم نبقى متفقين عليها ان التن بعد منها بعشرة على طول هنلاقي 20، بعد منها بعشرة على طول لو زودنا 10 كمان هيبقى عندنا 30، لو زودنا 10 كمان هيبقى عندنا 40، ولو زودنا 10 كمان هيبقى عندنا 50، ولو زودنا 10 كمان هيبقى عندنا 60، بعدين 70، بعدين 80، وبعدين 90. طب لو حبينا نرجع بالأرقام هنرجع من الـ 90، لو قللنا 10 من الـ 90 هيبقى عندنا 80، طب لو قللنا 10 من الـ 80 هيبقى عندنا ايه؟ 70. شاطرين. طب لو قللنا 10 من الـ 70 دي هيبقى عندنا كام؟ شاطرين، 60. طب لو قللنا 10 من الـ 60 دي هيبقى عندنا كام؟ 50. شاطرين. طب لو قللنا 10 من الـ 50 دي هيبقى عندنا كام؟ 40. شاطرين، 40. لو قللنا 10 من ال 40 دي هيبقى عندنا كام؟ 30. شاطرين. لو قللنا 10 من ال 30 دي هيبقى عندنا كام؟ 20. شاطرين. ولو قللنا 10 من ال 20 هيبقى عندنا كام؟ 10. شاطرين، 10 بالظبط كده. فهي دي التنس اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها النهارده، ونعرف يعني ايه subtraction او يعني ايه عملية الطرح with tens او باستخدام العشرات. فاول حاجة يا اصحابي تعالوا نشوف المثال التالي ونفهم كده العملية او عملية الطرح بتتم ازاي. زي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي البيرد الصغير ده او الكتكوت الصغير ده عمل ايه؟ found a bird found يعني وجد 50 seeds. 50 seeds يعني 50 حباية، 50 حباية من الحبوب اللي بتأكلها الطيور. لو هو it ate هو أكل 20 يعني 20 of them، 20 of them يعني 20 واحدة منهم. A bird found 50 seeds
It ate 20 of them. لو هو أكل منهم 20 من ال 50 دول. How many كم عدد seeds البذور أو الحبوب are left المتبقية. فاحنا عايزين نفكر مع بعض هيبقى كام بقى. فهنا زي ما واضح قدامنا ان عندنا هنا 50 seeds اللي هم لقاهم. هنا عندنا ال 5 دي اللي هي الخانة بتاعت التنز زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنا الخانة بتاعت الوانس او المكان بتاع الوانس وبيبقى فيه 0 لان هو ملقاش 50 حاجة ولقى 50 بس. فهنا 5 tens وهنا 0 في الخانة بتاعت الوانس. وهنا زي ما انتوا شايفين قدامكم هنا في سيركل حوالين التنس او الخانة بتاعت التنس وبيقول لنا هنا التنس. وهنا الماينس طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا هو اكل منهم كام؟ 20. يبقى هنا هنكتب 20 او 20 يبقى ادي 2 بتاعت ال 20 او 20 في الخانة بتاعت التنس. والخانة بتاعت الوانس فيها 0 زي ما احنا شايفين قدامنا. فطبيعي لما نشيل التو او الاثنين الخاصة بال 20 او بال 20 بتوع السيدز اللي هو اكلهم من ال 5 او ال 50 ال 5 بتاعت ال 10 بتاعت ال 50 هنشيل 2 from 5. المفروض لما نطلع 5 على ايدينا على صوابع ايدنا ونشيل منهم 2 المفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ 3 شاطرين. 3 في خانة التنز يبقى اسمها ايه؟ 30 شاطرين. يبقى هنا اسمها 30 لان هنشيل هنا ال 2 من ال 5 هيبقى معانا 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وال 0 زي ما هو لان مفيش اختلاف 0 من 0 هو ال 0. هنشيل 0 من 0 هنشيل لا شيء من لا شيء هيبقى معانا ايه؟ لا شيء برضو. فيبقى هنا ايه 30 فيبقى معانا 30 زي ما احنا شايفين قدامنا في الخانة بتاعت التنس فيها 3 وده بيقول لنا ان ده 30 او 30 seeds are left زي ما احنا شايفين قدامنا 30 حباية بقوا معاه. وبشكل مبسط اكتر لو شلنا الزيرو بتاع كل رقم من الارقام دي علشان نسهل عملية الطرح او subtraction بالنسبة لنا هنشيل الزيرو الاولاني مع الزيرو التاني ونعتبرها 5 minus 2 وكاتبين جنبها هنا 5 tens minus 2 tens equal كام او هيتبقى كام؟ 3 شاطرين. 3 او 3 tens زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا فهمنا عملية subtraction او عملية الطرح بمنتهى السهولة. وزي ما انتوا شايفين قدامكم يا اصحابي في النوت دي او في الملحوظة دي ان ال 5 هنا minus 2 هنا بتساوي 3 واحنا عملنا ايه؟ شلنا الزيرو بتاع ال 50 او ال 50 وشلنا معاه الزيرو بتاع 20 او ال 20 بحيث ان احنا نسهل عملية الطرح علينا وهنلاقيها هي نفس النتيجة وكأننا شلنا 2 tens او 20 عشرتين من 5 tens او 50 او 5 عشرات وتبقى معانا 3 tens او 3 عشرات يعني 30 او 30. وتعالوا نروح نحل مع بعض المسائل ونشوف هتتحل ازاي بشكل سليم على الجزء بتاع subtraction ده. خليكم معايا. زي ما احنا شايفين يا اصحابي هنا موجود قدامنا بعض المسائل او some examples. فعندنا هنا بيقول لنا subtract او اطرح. وهنا عندنا 70 او 70 minus 60 او ناقص 60 وهنا بيقول لنا equal كام. وزي ما احنا عرفنا يا اصحابي علشان نسهل النوع ده من المسائل بنعمل ايه؟ بنشيل الزيرو بتاع ال 70 او بتاع ال 70 مع الزيرو بتاع 60 او الزيرو بتاع 60 علشان نعتبرها كأنها 7 minus 6 او 7 ناقص 6. وهنا موضح لنا ازاي نعمل ده. كتب لنا هنا tens فهو بيقول لنا ممكن تشيلوا الزيرو بتاع ال 70 وتكتبوا هنا 7 جنب كلمة tens كأنها 7 عشرات 7 tens.
وبرضو لما نشيل الزيرو بتاع 60 او الزيرو بتاع 60 دي هنكتب هنا 6 tens كأننا بنقول 6 عشرات، يبقى 7 عشرات او 7 tens minus 6 tens او 6 عشرات. المفروض هيكون متبقي معانا كام يا اصحابي؟ 1 ten. 1 ten، لان 7 minus 6 بيساوي كام؟ 1. شاطرين، 1. يبقى 70 minus 60 بتساوي 10، لان احنا قلنا 7 tens minus 6 tens 7 عشرات ناقص 6 عشرات المفروض هيساوي معانا او equal 1 ten او 10 واحدة، يعني بتساوي 10 هنا هوت زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا نشوف المسألة التانية. هنا مكتوب هنا 20 او 20 minus 10 او ناقص 10. المفروض هنعمل ايه يا اصحابي؟ هنشيل الزيرو بتاع ال 20 وهنشيل معاه الزيرو بتاع ال 10 وهنكتب هنا 2 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنكتب هنا 2 وهنكتب هنا 1، يبقى كأننا بنقول 2 tens او 10 او 10 minus 1 10 او ناقص 10 واحدة equal كام يا اصحابي؟ 1 او 1 ten زي ما احنا شايفين قدامنا، 1 ten يعني 10 زي ما احنا شايفين قدامنا، يبقى هيتبقى معانا 10 واحدة زي ما احنا شايفين. ونتنقل للمسألة التالتة، مكتوب فيها 80 او 80 minus 40 او 40. زي ما احنا عرفنا من شوية هنشيل الزيرو بتاع ال 80 مع الزيرو بتاع ال 40 وهنعتبرها كأنها 8 minus 4، وهنكتب هنا 8 ومكتوب هنا جنبها tens، 8 tens يعني 8 عشرات minus 4 tens او 4 عشرات. المفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ 4. شاطرين، يبقى المفروض هيبقى معانا 4 tens او 4 عشرات يعني 40 زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي الاكزامبل اللي بعد كده عندنا 50 او 50 minus 30 او 30. هنعمل ايه؟ شاطرين، هنشيل الزيرو بتاع ال 50 زي ما احنا شايفين قدامنا مع الزيرو بتاع ال 30 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنعتبرها 5 tens او 5 عشرات minus 3 tens او 3 عشرات. المفروض 5 minus 3 بيساوي كام يا اصحابي؟ 2. شاطرين، 2 او 2 tens زي ما احنا شايفين قدامنا، و 2 tens يعني 20 او 20 زي ما احنا شايفين قدامنا. ونروح للمثال اللي بعد كده ومكتوب فيه 40 او 40 minus 20 او 20. هنشيل الزيرو بتاع ال 40 او ال 40 مع الزيرو بتاع ال 20 او ال 20 ونعتبرها 4 tens minus 2 tens. 4 tens minus 2 tens، 4 minus 2 بتساوي كام يا أصحابي أو equal كام؟ 2. شاطرين، 2 أو 2 tens يعني 20 أو 10 تين، فهنكتب 2 هنا زي ما احنا شايفين قدامنا وهنكتب هنا 20 أو 20. وآخر حاجة 60 أو 60 minus 10 او 10 واحدة. هنشيل الزيرو بتاع 60 زي ما احنا شايفين قدامنا مع الزيرو بتاع 10 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنعتبرها 6 minus 1 6 tens minus 1 10 equal كام يا اصحابي؟ 5. شاطرين، 5 او 5 tens يعني 5 عشرات يعني 50 او 50، فهنكتب هنا 5 وهنكتب هنا 50. وبكده نكون حلينا البيج دي وعرفنا ازاي نحل الامثلة بشكل سليم. وتعالوا نشوف بعض الامثلة التانية، خليكم معي. وهنا زي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي في الاكزامبلز دي برضو 70 minus 20 او 70 ناقص 20. المفروض هنعمل ايه؟ هنشيل الزيرو بتاع 70 زي ما احنا شايفين قدامنا مع الزيرو بتاع 20 زي ما احنا شايفين قدامنا. المفروض هيتبقى 7
minus 2 بتساوي كام يا أصحابي؟ 5. شاطرين 5، يعني 5 tens يعني 50. فهنكتب هنا 50 زي ما احنا شايفين قدامنا 5، وهنحط جنبها الزيرو بتاع ال 50 يبقى كأنها 5 tens أو 50 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا نروح للمسألة التانية. 60 minus 30، 60 أو 6 tens minus 30 أو 3 tens. علشان نسهل الموضوع هنعمل ايه؟ هنعتبر ان الزيرو ده مش موجود، ونعتبر كمان ان الزيرو ده مش موجود، ونعتبرها 6 minus 3. 6 minus 3 بتساوي كام أو equal كام يا أصحابي؟ 3. شاطرين، equal 3 أو 3 tens يعني 30. فهنكتب هنا 30 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 40 minus 40 أو 40 ناقص 40 هنعمل ايه يا أصحابي؟ هنشيل الزيرو ده مع الزيرو ده زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنقول 4 minus 4. 4 minus 4 equal كام يا أصحابي؟ 0. شاطرين، لأن 4 minus 4 بتساوي 0، مش هتبقى معانا حاجة خالص، فهنكتب هنا 0 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 50 minus 50، 50 minus 50 هنشيل الزيرو مع الزيرو، وهنقول 5 minus 5 equal كام يا أصحابي؟ 0. شاطرين، 0 برضو، لأن مش هيبقى معانا حاجة خالص، هنشيل ال 5 من ال 5 هيبقى حاجة؟ لا مش هيبقى حاجة، فهنكتب هنا 0 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 90 أو 90 minus 20 أو 20 هنعمل ايه علشان نسهل المسألة؟ هنشيل ال 0 بتاع ال 90 مع ال 0 بتاع ال 20 أو ال 20، وهنعتبرها 9 minus 2. 9 minus 2 equal كام يا أصحابي؟ 7. شاطرين، 7. 7 أو 7 tens يعني 70، فهنكتب هنا 70 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 30 minus 20، 30 minus 20 أو 30 ناقص 20 فهنعمل ايه؟ هنشيل الزيرو بتاع 30 مع الزيرو بتاع 20، وهنعتبرها 3 minus 2 equal كام يا أصحابي 3 minus 2؟ 1. شاطرين، 1 أو 1 10 يعني equal 10، فهنكتب هنا 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. وهنا 60 minus 40، 60 يعني 60 minus 40 ناقص 40، هنشيل الزيرو بتاع 60 زي ما احنا شايفين قدامنا مع الزيرو بتاع 40 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنعتبرها 6 minus 4. طلع 6 صوابع على ايدك وشيل منهم 4 صوابع. 6 minus 4 equal كام يا أصحابي؟ 2. شاطرين، 2 أو 20، لأن 2 2 tens يعني 20، فهنكتب هنا 20 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 80 minus 50، 80 minus 50 هنعمل ايه؟ هنشيل الزيرو بتاع ال 80 مع الزيرو بتاع ال 50، وهنعتبرها 8 minus 5. 8 minus 5 equal كام يا أصحابي؟ 3. شاطرين، 3 أو 3 tens يعني 30 زي ما احنا شايفين قدامنا، فهنكتب هنا 30 زي ما احنا شايفين. طب 70 minus 40، 70 minus 40 70 ناقص 40 هنعمل ايه؟ هنشيل الزيرو بتاع 70 مع الزيرو بتاع 40، وهنعتبرها 7 minus 4. 7 minus 4 equal كام يا أصحابي؟ 3. شاطرين، 3 أو 3 tens يعني 30، هنكتب هنا 30 زي ما احنا شايفين قدامنا. وآخر حاجة 60 minus 50، 60 minus 50 equal كام؟ هنشيل الزيرو بتاع 60 مع الزيرو بتاع 50، ونعتبرها 6 minus 5. 6 minus 5 equal كام يا أصحابي؟ 1. شاطرين، أو 1 10 يعني 10 واحدة، يعني هنكتب هنا 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون أنهينا حل بعض الإكزامبلز أو الأمثلة. وتعالوا ناخد هومورك، انا عايزكم تحلوا الهومورك ده وتبعتولي الاجابة في الكومنتس او على الجروب بتاعنا او على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك،
والشاطرين اللي هيحلوه انا هقول اسمائهم ان شاء الله في المرات اللي جايه. فزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي دول بعض الامثله، هم 9 مسائل على السبتراكشن او على عمليه الطرح. زي ما احنا شايفين قدامنا اول واحده 6 - 2، تاني واحدة 9 - 4 يعني المفروض 9 tenths - 4 tenths، تالت واحدة 5 - 5، رابع واحدة 7 - 6، خامس واحدة 6 - 1، سادس واحدة 8 - 5، وسابع واحدة 3 - 1، وتامن واحدة 6 - 4، وآخر واحدة 7 - 3. حلوا المسائل دي لأن هو ده الهوم وورك بتاعكو، وبعتهولي في الكومنتس او حتى على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك او على الجروب بتاعنا او في الكومنتس بتاعت الفيديو، والشاطرين اللي هيحلوهم صح ان شاء الله هقول اسمائهم في المرات اللي جاية. تعالوا بقى نروح للماس جورنال او كراس الرياضيات ونحل الاكزامبلز بتاعت الليسون 81 و 82 و 83 مع بعض علشان ننهي شرح درس النهاردة بشكل كامل، ونوصل لبيج 167 أو صفحة 167 وفيها الماس بروبلم أو المسألة الرياضية الخاصة بليسون 81 أو درس رقم 81، ومكتوب فيها write the mass problems. write the mass problems اكتب المسألة الرياضية أو المسائل الرياضية as instructed كما في التعليمات الخاصة by your teacher الخاصة بالمعلم بتاعك. فإحنا نروح للteacher guide أو للدليل المعلم الخاص بلسون 81، وهنعرف مع بعض المفروض المسألة أو الإكزامبل اللي انتوا كن المفروض تاخدوها في الكلاس روم A علشان نحلها مع بعض هنا. فزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي ده الteacher guide الخاص بلسون 81، ومكتوب هنا we have the teacher say، طبعا المفروض التيتشر هيقول لكم we have 7 tenths stakes. 7 tenths stakes يعني 7 حزم او 7 مجموعات، كل مجموعة فيهم 10 او 10، عندنا 7 مجموعات 7 حزم، 7 مجموعات كل مجموعة فيهم متكونة من 10 حاجات، فلنعتبرهم مثلا 7 مجموعات من الاقلام او from pencils، كل مجموعة أو كل حزمة من الأقلام فيها 10، فيها 10 pencils أو 10 أقلام. فبيقول لك هنا but each one of these has، ولكن كل واحدة منهم has 10 و 10 إيه، إحنا نختار مثلا زي ما قلنا pen أو pencils فهنعتبرها 10 pencils، كل واحدة في المجموعات دي عبارة عن 10 pencils. فبيقول لنا هنا we count، احنا بنعد by tens باستخدام العشرات، to see how many little، to see how many little pencil او pen، يعني عشان نعرف عندنا كام قلم او علشان نعرف عندنا كام وحدة صغيرة اللي هي البنسل اللي موجود في كل مجموعة، ما هي كل مجموعة فيها 10 pencils، فالليتل يونت او الوحدة الصغيرة بتاع كل مجموعة ايه، هي البنسل الواحد او البن الواحد. فاحنا عايزين نعرف عندنا كام بنسل او بن، فهنجمع او هنعمل عملية counting by tens. فبيقول لك هنا count with me، عد معايا by tens، عد معايا عن طريق استخدام العشرات. دي الماس بروبلم او المسألة الرياضية الخاصة بلسون 81. فهنعمل ايه هنا اصحابي، هنكتب هنا قدامنا 10 بعدين 20 بعدين 30 بعدين 40 بعدين 50 بعدين 60 بعدين 70. يبقى احنا عدينا هنا عملنا عملية counting بايه، بالtens with tens from 1 to 7 او من 1 لـ7، ويعتبرنا ان احنا قدامنا 7 مجموعات كل مجموعة فيهم فيها 10 things او فيها 10 stuff او 10 حاجات، واحنا كده عملنا عملية العد وعرفنا ان عندنا كام، عندنا مثلا 70 pen او 70 pencil زي ما احنا قلنا ان كل مجموعة فيها 10 pens او 10 pencils زي ما احنا عرفنا. وكده احنا عرفنا الماس بروبلم الخاصة بليسون 81 المفروض تاخدوها في الكلاس روم وحليناها.
وتعالوا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 168 او صفحة 168. وزي ما احنا شايفين مفيش اي ماس بروبلم او اي مسألة رياضية على لسون 82، هو دخل على طول في لسون 83 او في درس رقم 83. وهنا بيقول لك برضو على مسألة او ماس بروبلم المفروض انتوا خدتوها في الماس اكتيفيتي او في النشاط بتاع الرياضيات في الكلاس روم. فبيقول لنا هنا write the math problems، اكتب المسائل الرياضية، then ثم بعد ذلك solve the problems and write the answers، حل المسائل واكتب الإجابات. تعالوا نروح نشوف ايه هي الماث بروبلمز الخاصة بلسون 83 في التيتشر جايد او في دليل المعلم الخاصة بلسون 83. فزي ما احنا شايفين قدامنا اصحابي في التيتشر جايد هنا، المفروض التيتشر هيعمل ايه؟ هيعمل رايتنج او هيكتب the following problems، المسائل التالية vertically بشكل عمودي on the board على اللوحة. والمسائل او البروبلمز هي 50-10 و 80-70 و 30-30. هما دول التلات مسائل زي ما احنا شايفين قدامنا او 3 math problems، فهنكتبهم هناخدهم معانا وهنكتبهم هنا في الماث جورنال في البيج دي وهنحلهم مع بعض. وهنقول مثلا اول math problem فيهم 50-10. 50-10 equal كام يا اصحابي؟ المفروض ان احنا هنشيل الزيرو بتاع ال 50 مع الزيرو بتاع ال 10 هيبقى معانا كام؟ 5-1 equal كام يا اصحابي؟ 4. شاطرين، 4 او 4 tens يبقى هيبقى معانا 4 tens يعني 40، فهنكتب 40 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب الماس بروبلم التانية هي 80-70. 80-70 يعني 80-70، هنشيل الزيرو بتاع ال 80 مع الزيرو بتاع ال 70، المفروض هيتبقى معانا 8-7. 8-7 equal كام يا اصحابي؟ 1. شاطرين، 1 يعني 1-10 يعني 10 واحدة، فهنكتب 10 زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر ماس بروبلم عندنا هي 30-30 او 30-30، فهنشيل الزيرو بتاع 30 مع الزيرو بتاع 30 تانية، المفروض هيتبقى معانا 3-3 equal كام يا اصحابي؟ 0. شاطرين، لان مش هيتبقى معانا حاجة خالص، فهنكتب 0 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون حلينا البيج دي وحلينا اخر ماس بروبلم او اخر مثال او اخر مسألة رياضية خاصة بدرس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من الدرس، لو استفدت من الدرس اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان اللينكس او الروابط الخاصة بكل قوائم التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم الثاني بكل المراحل، لو حابين ترجعوا لاي درس هتقدروا توصلوا له بمنتهى السهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.